One out of seven people in Lebanon suffer from disabilities. To save those lives, to leave no one behind, we have launched these initiatives, opened our arms for all of you to come and help us. We will not die. تلنا في الأسكوا وبرنامج الأمم المتحدة الإمائي وسائر المنظمات الأممية والمجتمع الدولي ملتزمين بمبادئ المساواة والعدل والشمول المكرسة في خطة التنمية المستدامة 2030. هيدي الخطة العالمية اللي بتوعد بعدم إحمال أحد، أي أحد. هالمبادرة هي بين الـ UNDP والأسكو، ولكن عم تدعي الجميع للانضمام ليحطوا جهودهم بما يتعلق بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة. وهون بتجي الفرصة اللي من وراء هالانفجار الرهيب اللي صار، إنه إعادة تأهيل بيروت تاخد بعين الاعتبار موضوع الأكسسيبيليتي. Michael will shortly embark on the 4-kilometer Beirut Walk for Inclusion to raise awareness of our joint initiative and to help mobilize resources for it. The walk will end at the Karantina Public Hospital, which has been providing essential care to the most vulnerable groups, including the poor, refugees, migrant workers. UNDP has just launched an initiative with $1.5 million to upgrade the hospital. المبادرة دي من أهم المبادرات اللي اتعملت في مجال الإعاقة، علشان هي فرصة عظيمة ان احنا نطالب ونتعهد كلنا ان كل الريكونستراكشن، إعادة الإعمار والتجديد بتاعت المباني والطرقات كلها تبقى تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث إمكانية الوصول والاستفادة. ودي هي بعتقد بداية لتشكيل مجموعة عمل ومبادرة لتشكيل كل الشركاء كلهم يشاركوا في المساهمة في هذا العمل. الدمج مش قصة أشخاص بلبنان معاقين حرام، ومنا قصة رامب، وإعادة إعمار بيروت مش قصة بناية واتنين هون وهون، قصة نحن كلبنانية وين هويتنا وكيف بدنا نعمرها.